أعلنت مجموعة برجيل القابضة إطلاق 11 مركزاً متطوراً لشبكة فيزيوثيرابيا ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 28 مركزاً كجزء من استراتيجيتها الطموحة للنمو في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ومع هذه الافتتاحات الجديدة تواصل المجموعة النمو خاصة في المملكة، وتتوزع المراكز الجديدة بشكل استراتيجي عبر المدن الكبرى مما يعزز حضور المجموعة في السوق.